طيب مرحبا بكم في النشاط الثاني. يمكن النشاط الثاني بيغطي الوحدات من الوحدة السادسة إلى الوحدة العاشرة، حيث الوحدة السادسة كانت عن كيفية اختيار وتعيين مندوبي البيع، يعني ما هي الوسائل اللي ممكن نستخدمها نحن في عملية هذا الاختيار، وكيف يتم تقديم طلب التوظيف ثم المقابلة الشخصية لهؤلاء المندوبين، ثم استخدام الأشخاص المعرفين طبعا اللي هي بكسر الراء قلنا، ثم كيف عملية إجراء الاختبارات. أيضا تناولنا في الوحدة السابعة عملية مهمة جدا، وهي تدريب مندوبي البيع وتنمية مهاراتهم، فلازم نعرف ما أهمية التدريب، يعني تطرقنا إلى أهمية تدريب مندوبي البيع وأهداف هذا التدريب، ثم ما هي المستويات المطلوبة في مسألة تطوير المهارات البيعية، وأيضا الحاجة إلى التدريب ومبررات التدريب وأهم الموضوعات التي يجب أن تكون في التدريب. ثم أخيرا في هذه الوحدة أيضا تطرقنا إلى عملية كيفية تقييم هذه البرامج اللي هي برامج التدريب. ثم جينا في الفصل الثامن تناولنا مكافأة مندوبي البيع اللي هو عملية تعويض مندوبي البيع، اللي هي ما هي أهداف برنامج التعويض وخصائص البرنامج الجيد أو الفعال، ثم الخطوات الرئيسية في تصميم برامج التعويض، وما هي أهم طرق تعويض المندوبين، وما هي المكافآت. ثم تطرقنا إلى الطرق المختلفة التي تتم عبرها تعويض مندوبي البيع. ثم جئنا في الفصل التاسع تناولنا عملية تحفيز مندوبي البيع، ومسألة الحاجة إلى تحفيز مندوبي البيع والنموذج العام للتحفيز، وأهم أنواع الحوافز التي تقدم لهؤلاء المندوبين، وما هي مقومات نظام الحوافز الفعال. ثم ختمنا الوحدة العاشرة بعملية الإشراف على مندوبي البيع، يعني تطرقنا ما هي مفهوم الإشراف وطبيعته ومبررات الإشراف، ثم نطاق إشراف مدير المبيعات، لازم يكون هناك نطاق محدد، مستوى الكفاية التي يتمتع بها، أهمية الاتصال وأنواع الاتصالات سواء كانت اتصالات شخصية ولا مراسلات شخصية ولا اتصالات غير شخصية، وكيفية إدارة الوقت في عملية الأداء البيعي، ودي قلنا مسألة مهمة جدا، يعني ليه؟ لأن هناك أسباب ذكرناها لضياع الوقت، لذلك لابد للمندوب أن يخطط وقته بصورة جيدة جدا. فيمكن دي كان الوحدات التي تغطيها النشاط الثاني، نرجو أن نكون وضحنا الأمور، وشكرا لكم.